اهلا وسهلا بكم احباتي المشاهدين احييكم وارحب بكم اجمل ترحيب اينما كنتم وتكونوا في هذه الحلقه الجديده من برنامج الملخص. بعد انتهاء جوله الصراع على تشكيل الحكومه وفق رؤيه الكتل السياسيه قرع جرس الجوله الثانيه لبدء الصراع على كيفيه توزيع الهيئات المستقله وفق نسب مفهوم الاستحقاق الانتخابي المبتدع من قبل هذه الكتل للاستحواذ على مناصب الدوله والمرادف لعمليه المحاصصه لكنهم يلطفون العباره ويخففون من وقعها على الشارع العراقي بعناوين براقه ومقبوله وفيها مسحه من الايجابيه عندما يربطونها بالانتخابات اعتقادا منهم بانها مشروعه وقانونيه فهذه الهيئات وبحسب ما تشير التقارير الصحفيه والمنظمات الدوليه وبتوصيف بعض النواب انها اصبحت إقطاعيات سياسية لهذا الحزب أو ذاك وهي محمية وخارج إطار المساءلة طالما تقع تحت عباءة هذه الأحزاب والتهافت عليها يتحدد بمقدار ما لها من موارد مالية أو سلطة تستطيع من خلالها ابتزاز الآخرين وقد تعني أيضا دفن ملفات أثيرت بشأنها إشكالات في مختلف هذه الآيات التي يفوق خطوره بعض الوزارات مثل هيئه النزاهه والاتصالات ومفوضيه الانتخابات والاستثمار والبنك المركزي فمتى نرى الاصلاح في هذه الهيئات ومن القادر على اخراجها من دائره المحاصصه السياسيه عن ملف الهيئات المستقله وصراع الاحزاب على توليها وتقاسمها محور حلقه الملخص اناقشه مع ضيوف الاستوديو كل من الناب عن تحالف سائرون الاستاذ سلام الشمري حياك الله واهلا وسهلا بجناب العزيز وارحب اجمل ترحيب بالنائب عن دوله القانون السيد بهاء النور حياك الله وكان من المفترض ان يكون معنا النائب المستقل سركوش شمس الدين ولكن نتمنى ان يصل بالوقت المناسب وقبل ان ابدا الكثير من المناشدات التي وصلت الى اسره البرنامج فيما يتعلق بالمتظاهرين وتحديدا متظاهري العقود والأجراء اليوميين وأيضا المحاضرين الذين قدموا هذا اليوم من مختلف المحافظات العراقية للتظاهر في بغداد للمطالبة بصرف رواتبهم وبالتالي ينبغي أن يكون هناك موقف واضح من وزارة المالية ومن الحكومة للنظر بعين الاعتبار إلى المآسى التي يعاني منها هؤلاء الذين قدموا الكثير للتربية والأجيال لذلك ينبغي التعامل بإنسانية وأيضا هناك الكثير من المناشدات التي وصلت تحديدا من بعض مناطق بغداد وتحديدا مناطق شرق الرصافه التي حوصرت بطريقه تكاد تكون غير واضحه المعالم ولم يتم فتح منافذ الا منافذ قليله ولمسار عجله واحده وبالتالي الامر الذي ادى الى تكدس المواطنين مما يعني قد يكون هنالك اصابات جديده قد تظهر لدينا بسبب هذه الزحامات وايضا بسبب عدم الالتزامات باجراءات الحظر لذلك ينبغي التعامل مع هذه الرسائل بطريقه انسانيه وبطريقه مهنيه وفنيه صحيحه. ارحب اجمل ترحيب بالضيوف وابدا معك استاذ سلام بعد التحيه بجنابك. هل خاضت الكتل السياسيه بس انا قبل ما اطرح السؤال لفت انتباهي وانا والمقدمة من وصلت للبنك المركزي بعد ما ذكرت البنك المركزي انت كملت عباره البنك المركزي يبدو انه الصراع محتدم على البنك المركزي. لا هي في البيت نرحب بك حياك الله شكرا جزيلا. احمد المعرفة. العذاري ونرحب باخي و زميلي سيد بهاء النوري. ونرحب بمشاهدي قناتكم الكريمه. حياك الله. آه فيما يخص الاجراء والعقود في وزاره التربيه وزارة الكهرباء. نعم. على آه في حكومه السيد عادل عبد المهدي الغيت جميع الاجراء اليوميين حولوا عقود. يعني ماكو شيء اسمه تعيين اجر يومي، اجير يومي. اللي يتعين اجير يومي خلال سبعه ايام لازم يبرم عقد. كل اخوان اولادنا وابنائنا الذي تعينوا على وزاره الكهرباء حولوا عقود. زين. اما بالنسبه للمحاضرين، نعم. المحاضرين يعني موضوعهم صار معضلة معضله في كل المحافظات. ليش معضله؟ يعني ماكو دوله ولا اكو حكومه لا حكومه السيد المالكي ولا العبادي ولا السيد عادل عبد المهدي ولا السيد الكاظمي. يعني اليوم احنا اذا نريد ننهض ببلد ننهض بالقطاع التربوي والتعليمي. نعم. يعني مو من المنصف هؤلاء ولدنا وأخواننا في جميع المحافظات صار لهم عدة سنوات مهمشين يعني اللي صار لأكثر من خمس سنوات أو عشر سنوات محاضر زين ال 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 الدولة الراعي الأول لكل العراقيين المفروض تنصف هذه الشريحة زي. يعني الكل بكالوريوس المشكلة بالمالية ونكوه. لو المشكلة بالتغذية وين المشكلة أخي العزيز وحدة وحدة اليوم انت من من كملوا اكثر اللي موجودين بالتظاهرات مكملين بكالوريوس. نعم. اليوم الشاب اللي مكمل بكالوريوس ويريد عنده حب لاختصاصه. نعم. يريد القطاع التربوي ولا يقدر يتعين بغير مفصل. نعم. اليوم يقول لك اني بضمن اختصاصي اريد اتعين حتى زي. اقدم اقدم القطاع التربوي. طيب. من المعيب على كل الحكومات يجي بكالوريوس او ماجستير الظاهر نعم. المفروض ياخذ استحقاقه. انت ليش خليته حاضر في في لعده سنوات وبالناتج تجي تهمشه. طيب. هاي الناس العزه اليوم احنا منع تجوال تام وجاي نشوف آلاف المتظاهرين بباب باب الخضراء ما لليوم ما حد كلف نفسه من الحكومه م وطلع شاف المتظاهرين شنو اللي رايدينه زين وشنو ما التقيتوا بمنتم كانوا كنواب عن نائب الشعب. النائب النائب انا اليوم من جاي احكي انت ما سألتني انا جا أنا, سألتني أنا, انا 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 اللي طرحت الموضوع. نعم. اليوم انا ممثل عن عن الف مم. الواجب علي اضامن واتازر واطالب بحقوق هاي الناس وانا اضمن زي. لك كل اعضاء مجلس النواب وكل قبه مجلس النواب من ضامنا ويا اولادنا وابنائنا في كل المحافظات سواء زي. كانوا في قطاع الكهرباء او في قطاع التربيه مم. او في الوزارات الباقيه زي. احنا يجب على السيد مصطفى الكاظمي اخذ موضوع العقود او الاجراء اليوميين او المحاضرين بمحمل الجد وحسم هذا الملف زين يعني هذول كل اللي موجودين جاي يظهرون هسه واللي قاعدين ببيوتهم معارضين ما تشكل نسبه بالنسبه للدوله او موازنه مم. الدوله ما راح تاثر على الموازنه ما مم. راح تشكل نسبه حتى تاثر أي. يعني شنو ال2000 ولا ال50000 راتبه 300 و400 الف دينار مم. شنو راح تاثر على ميزانيه الدوله زين اموال نهبت من ال2003 لحد ال2020 ميزانيه عراق 165 مليار دولار لسنتين متتاليه برميل النفط كان ب 120 و130 و140 دولار زين وين راحت هاي الفلوس هسه احنا جايين على هاي الناس العزل زي. حتى حتى نجي نسالهم انا اتمنى يكون موقف منكم انتم كاعضاء مجلس نواب او عن الشعب انا خليني لاصل آه الموضوع راح ارجع لك راح ارجع لك استاذ سلام. سلام بس خليني بس سنو 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 جزئيه رح رح مهمه جدا بالنسبه طبعًا. لي انا اليوم انت من تجي تسالني على هاي الناس العزل اقسم لك بالله ذولا قنبله موقوته في اي دقيقه تنفجر وتدخل الخضراء وراح تسوي كارثه في الحكومه العراقيه أنا من خلال شاشتكم الموقرة أناشد أي. رئيس الوزراء والطرقة البارحة بجلسة يوم أمس زي. أحد الإخوان النواب طالب بتثبيت هؤلاء الناس الذين يطالبون بأقل من حقوقهم. يعني على السيد الكاظمي ياخذ بمحمل الجد زي. مطالب هؤلاء الناس نتمنى يتم التعامل بشكل ايجابي مع مطالب هؤلاء الحاضرين وهؤلاء العقود لانهم قدموا الكثير يعني بصراحه بالتاكيد وتحملوا اعباء الكثير واخطاء الماضي بالتاكيد وحيك ورحب بزنابك وزمه ترحيب مره اخرى ادري عندك تعقيب بس قبل التعقيب الكتل السياسيه دخلت بحوارات معمقه فيما يتعلق بالهيئات المستقله لو هذا الملف ما زال مؤجل الى وقت لاحق فضل. بسم الله الرحمن الرحيم تحيه لك والأخ عزيز استاذ سلام ولكل المشاهدين الكرام طبعا بالنسبه لموضوع الهيئات م. والمستقله حقيقه تعرف احنا الوضع السياسي بالعراق من 2003 لحتى هذه اللحظه بناء على اساس المحاصصه م. اللي اشتركت بها جميع الاحزاب بدون استثناء م. فاليوم احنا وصلنا طبعا بحكومه السيد عادل عبد المهدي اه هذا الملف صار به بعض التغييرات تعرف. شنو طبيعه هذه التغديه حكومة السيد عادل عبد المهدي صارت عندنا حقيقه مشكله كبيره لكن آه لم يسلط عليها الاعلام آه صار تقاسم لجميع المناصب من مدراء عامين من وكلاء وزراء وبدا تثبيت هؤلاء المدراء والوكلاء شنو الجديد في هذا الموضوع. نفس الطريقه كانت موجوده في الحكومه لا السابقه لا لا استاذ بس خل اوضح لك الصوره اكثر يعني مم. كانت الطريقه الطريقه لا الحكومات السابقه ما كانت يعني حصه المكون الفلاني وحصه الحزب الفلاني وحصه ما كانت هذا اكو كان معيار اسمه اساس الكفاءه وغيرها م. ولو نقول بنسبه احنا ما نقول نسبه 100% آه. لكن بالطريقة بشكل علني وبشكل واضح تقسم المناصب هاي الطريقة وطبعا تعرف عندنا بحدود أربعة آلاف درجة وظيفية من 1000 درجة درجة وكيل وزير م. فهذه القضية طبعا وثبتت بها ناس عليها فساد تعرف العراق بفسادهم كثير أي. لا ما حد ندان قضية فساد زي. من كل هؤلاء المدراء العامين الوكلاء من, من ]ها يتحمل هذه المسؤولية طبعا يتحمل عدم, مسؤولية. عدم إدانة هؤلاء طبعا أنا أقول لا لا. أقول المدان من المدان هين. من عتر طبعا تشوف هسه حتى بالإعلام تظهر الكثير من الملفات على كافة. يعني بالفضائيات هاي طيب ملفات مثلا على الوزير فلان ملفات على الوزير فلان ملفات على الوزير فلان لكن بالنتيجة شنو وين الوزير يخلص الدوره مالته وخلص يدير وجهه هذا الخطا بالسلطه التنفيذيه لو بالسلطه القضائيه لو بالسلطه التشريعيه هذا هذا يحتمل وجهين يعني الوجه الاول احنا في في حكومه السيد عادل كان خمس وزراء حقيقه كمل استجوابهم من قبل النواب زي. يعني اكو بعض النواب جمعوا ملفاتهم ملفات وملفات حقيقيه واقعيه مم. لكن تعطلت ملفاتهم لاسباب سياسيه سياسيه اي طبعا أسباب سياسيه فاليوم احنا عندنا راح نبدأ مرحله جديده، تعرف الحكومه الان حكومه جديده الشكل صار لها بحدود شهر. هاي الحكومه عليها تواجه يعني كافه التراكمات اللي كانت موجوده. اذا نعم. كانت فعلا جاده، اما اذا كانت حكومه هي مجرد لتسيير اعمال فتره واللجوء الى انتخابات مبكره و هذا يكون امر اخر، لكن احنا اللي نريد نشير له، احنا اليوم الكتل السياسيه اللي جاي يدور حقيقه لحد الان هذا الملف لم يفتح مه. ملف الهيئات السياسيه بشكل مه. واضح وصريح يعني مؤجل برغبه سياسيه لو شنو سبب التاجيل؟ طبعا هو لحد الان ماكو استقرار سياسي أوه. وتعرف الكابينه الوزاريه كملت ما صار لها تقريبا آه الجلسه السابقه تم مه. التصويت على سبع وزراء من اجل مه. اكمال الكابينه اليوم الكابينه الوزاريه كملت زي. وكل الوزراء موجودين ورئيس وزراء الان اغلب الكتل السياسيه داخل مجلس النواب هم داعمه رئيس وزراء يعني نتمنى هم يرسلوا القوانين المهمه اللي من شأنها ان تخدم المواطن وتمس طيب. حياه المواطن من انا راح اتحدث عن القوانين بس قضيه أو الهيئات قضيه في غايه الاهميه حتى ان طبعًا. البعض يعتقد على انه الهيئات جزء من الهيئات اكثر اهميه من الوزارات. الطريقه اللي قسمت بها الحكومه الوزارات حصه بعض الكتل انه اخذت الوزاره سين او صاد نفس الطريقة راح تكون على الهيئات المستقلة لو الوضع سيكون مختلف. والله انا اكون نعم. انا اذا تسالني اقول يعني لك نفس الطريقة. نفس الطريقة. ايه طبعا. زين شو تقول استاذ انا, أنا اختلف مع ها. اخوي سيد بها والله اليوم القرار السياسي م. في قبل حكومة السيد عادل عبد المهدي كان بيد الزعماء السياسيين. م. اليوم فرضت يعني بعد ثورة تشرين نعم فرض يعني فرضت على كل السياسيين إرادة الشارع. زين الشارع العراقي اليوم كل من يقول لك إرادة الشارع العراقي كانت حاضرة أخ بتصويت الوزراء السبعة أخ الأخيرة أخي العزيز لولا انتفاضة تشرين ما أطاحت حكومة عادل عبد المهدي ولم يستقيل السيد عادل عبد المهدي بل مضى زين لولا انتفاضة تشرين لم تحل المفوضية المستقلة للانتخابات لولا انتفاضة تشرين ومطالبة المرجعية الرشيدة وسماحة السيد القائد مقتدى الصدر لم يعدل قانون الانتخابات ولم تصبح دوائر متعددة يعني ما يجوز منا الفد 20 سنة ايه بس ما محسوم موضوع الدوائر المتعددة احنا اليوم لحد الان اكو حديث اه نقاش نرجع للدوائر المتعددة استاذ احمد استاذ احمد استاذ ايه احمد, ايه احمد خليني اسولف لك ايه تم التصويت على القانون بالمجمل نعم ايه العراق في السابق كان دائرة انتخابية واحدة الكل على مرأة ومسمع اه نعم يريدون اه سين يصعد حتى لا قاعد ببيته يصعد الدائرة الواحدة عرضة للتزوير ولنهب وسلب الاصوات. التي اللي تتحكم بالاصوات هي قائمة القا... الانتخابات. قائمة الانتخابية. اليوم بنص... احنا من صوتنا على دوائر متعددة بالمحافظة عدل هذا القانون صارت كل محافظة دائرة انتخابية واحدة. نعم. اليوم احنا صوتنا بالمجمل على القانون وصوتنا على دوائر متحدد... متعددة بالمحافظة. زي. لازم يمضي بس عدد الدوائر يعني كان يكون المحافظة تصير شمال وجنوب ومركز. نعم. على القضاء على الناهي على واحدة من المحال آه من المحال اكو طرح اليوم امس حتى داخل اللجنة القانونية الكتل انه نرجع للدائرة أخل الواحدة اخي العزيز هناك كتل ستتضرر بسبب هذا القانون ليش؟ اليوم انت رئيس كتله احنا عبرنا قانون سايت ليجو هذا القانون كان يعني انا يعني باعتقادي قانون مجحف ليش؟ القائمه اذا عبرت العتبه صعدت القائمه عبرت اليوم انت راح ترشح كشخص نعم راح تشتغل الجنبه العشائريه والجنبه الاجتماعيه والجنبه الوسطيه والجنبه الثقافيه وكل الجنبات راح تشتغل. مم. اليوم الـ الـ راح تصير حريه الاختيار للمواطن. زين ما يجي قائمه او كتله او فد تفاصيل. هسه انت ضربت مثال على قانون انتخابات احنا مو موضوعنا قانون الانتخابات المت... لكن مم. هذا التغيير اللي طرأ هذا لا مت... احنا انت سالتني على الدرجات الخاصه. اي قلت لك اليوم بالسابق كانت الكتل السياسيه تتحكم زي. اليوم ما تقدر تتحكم الكتل السياسيه بحريتها ما عندها مطلق حريه اكو زي. لليوم اكو تظاهرات واكو اكو عندنا مثال قريب استاذ سلام اكو اكو اراده اكو اكو مثال قريب الوزراء السبعه كان اكو تحفظ واعتراض يخ... حتى من ما... النواب لكن القرار السياسي كان بتمرير الوزراء السبعه اخي العزيز اخي العزيز اكو معايير تم اختيار جميع الحقائب الوزاريه زين انا اليوم هو اللي جاي عراقي م. عامل ضمن مفاصل الوزاره. طيب. انت من تسالني قبل 2010 كان يجيب مضمد يخليه وزير داخليه. يجيب صيدلي يخليه وزير دفاع. ما كانت اكو معايير، اليوم انفرضت معايير على كل على كل الوزارات. أي. لازم شرط عامل ضمن مفاصل الوزاره. زين. وهنا فرق. طيب. خلي منين ما يكون؟ من م. اي حزب يكون؟ مستقل او منتمي ما عندنا مشكله، انا اليوم مشكلتي تكنقراط. تنطبق عليه المعايير عامل ضمن مفاصل الوزاره. زين. هذا راح يخفف له هواي انطبقت على جميع الوزراء هذه المعايير؟ طين وزير ما, ما عامل ضمن مفاصل الوزاره. السيد فؤاد حسين عامل في وزاره الخارجيه؟ هذا اخي العزيز هذا الموضوع مو موضوعنا. اه. الاكرا الاخوه الكرد صار خلاف وشرخ بيناتهم يدري سيد بها؟ ايه. ويدرون كل الاخوه النواب. زين. صارت صار فرض فؤاد حسين. وليش قبلت الكتل السياسيه؟ اخي العزيز بقى فرض. بعد احنا هو حكومه توافقيه ايه. اليوم تدري انت وزاره الاسكان والاعمار. نعم. الحد الحد ما تم التصويت على السيد فؤاد حسين يلا اجت داومت بالوزاره ليش؟ ما تداوم تقول تكمل الحقائب الوزاريه العدل شنو السبب؟ الا تكمل وزاره الاخوه الكرد يلا بس على اي اساس تداوم؟ امام ملايين الناس انا طبعا اسولف هو الواقع هذا بس تجي تقول الوزراء الباقين ما عاملين ضمن مفاصل الوزاره ابو الكهرباء ولا ابو الصحه ولا كل الوزراء بالداخلية، الداخليه بالدفاع الكل عام ضمن المفاصل لكن الزا... جزء منهم عليه حديث وعلي ملفات فساد موجوده في النزاهه وبالقضاء احنا بعد السيفيات اللي وردت المجلس النواب اي آه كلام كثير بس دليل ماكو ماكو دليل؟ ماكو د.. يعني ماكو فد واحد جاب دليل على سين وصاد وطرح الاسماء طرحت اكثر قبل اكثر من اسبوع، مم. ما انا ما جاي ادافع عن عن كابينه وزاريه، مم. انا اليوم جاي اقول لك تكنوقراط باكر راح تلقاني بالقناه امامك انت أي. شايل ملفاتي وطالع على وزير سين وزير صادق يقول لك هاي ملفات الفساد مالته. زين احنا ما جاي اقول لك انا بأداء جيد. نعم جاي اقول لك الاختيار صار ضمن مفاصل الوزاره يعني عامل بالوزاره. نعم عنده خبره، هسه يعني انت حضرتك اعلامي. مم. ما اقدر اقول لك انت مو اعلامي مم. ولا تقدر تشتغل شغله اخرى لان يعني انت اختصاص مم. بهذا الموضوع طبعا. الاستئذار اللي صار ضمن اختصاص الـ 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 الاخوان زي. اللي موجودين اما كاداء نعم. انا اليوم ما مدحت اي وزير هذا موضوع اخر يعني بعدنا ما مشتغلين خير. ما مدحت ما مدحت ما مدحت اي وزير زين باكر يجوز ق... بق... بقناتكم هنا راح اشيل ملفاته واطلع اقول لك فلان وزير هاي ملفاته وفلان ونظل ومضل... مثل ما تكلمنا على حكومه السيد عادل عبد المهدي والارهاصات طيب. والاخفاقات اللي صارت ما نعرف حكومه الكاظمي شنو اللي راح تقدمه وشنو المعايير اللي راح تسويها وشنو راح تقدم للشارع احنا ننتظر اداء وزاري واحنا جهه رقابيه عليا زي. الواجب على كل النواب يتابعون كل مفاصل الوزارات طيب ويدققون شنو البرنامج الحكومي اللي راح تقدمه الوزارات بال بالكامل وشنو اللي راح يقدمه السيد مصطفى الكاظمي طيله خلال شهرين راح نبلش احنا اذا تقي اذا جيد فتلقانا احنا متضامنين واذا أداهم مو بالمستوى المطلوب لا راح تلقى عوامل النواب كلهم ملازمين القنوات وملفاتهم وراح يظلوني انا يعني هذا زي. حتى ما نقطه حاجة في, حاجة. زي نعم. في غاية الاهميه نعم انت اليوم ما شاء الله وايد تسمي <applause> <كنت أتفعق علي تصفيق> يعني انت جاي تفاعل علي انت جاي تفاعل <applause> علي ما اعرف ليش ادري اكو شيء بقلبك <applause> بس ان شاء الله تحكي لا تخليه بقلبك ما عندي شان احكي له بقلبك <applause> السيد الكاظم سيكون له حريه الاختيار او على اقل تقدير سيشرك في عمليه اختيار بعض الشخصيات لاداره هذه الهيئات المستقله التي جزء منها عمل اساسي في نجاح الحكومه الحاليه، اتحدث عن هيئه النزاهه، اتحدث عن البنك المركزي، نتحدث عن هيئات اخرى، سيشرك لو الكتل السياسيه لن تسمح بهذا الامر وستصر على انها من تختار رؤساء لهذه الحياة طبعا بالنسبه تعرف في تشكيل إيه؟ الحكومه كان تشكيل الكتل السياسيه كل من خذ حصة طبعا سيد كاظم ما جاب وزراء هو م. من يمه وجا صوت عليهم داخل مجلس النواب إيه؟ تم توافق الكتل السياسيه كل الكتل؟ كل الكتل حتى دوله القانون؟ لا احنا ما عندنا وزير آه. ما اشتركنا بالحكومه. فاعتقد يعني عملية اختيار الوزراء كانت توافقيه والدليل يعني الوزراء السبعه مره وبعشر دقائق كلهم رغم ورغم كانت اكو تحفظات عليهم نعم. يعني وزير الماليه كانت اكو تحفظات واضحه وكل الكتل السياسيه وملفات فساد وما ادري شنو هالسوالف تجينا المجلس النواب كل صوت مم. كانما يعني رؤساء الكتل بلغوا ال... 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 لا يقصد وزير الماليه السابق يعني السيد في الخارجيه يعني السيد فاد محسون فؤاد حسين فؤاد حسين لا ترجعنا ف... رئيس لا, لا. فؤاد حسين فاعتقد يعني الكتل السيد الكاظمي أيه. راح كذلك يواجه نفس الشيء وراح توزع هاي الهيئات بين الكتل السياسيه أوه. طبعا جوز اجى بعض الوزراء عن طريق السيد الكاظمي هسا وزيرين ثلاثه هو مرشحين للسيد الكاظمي بس بموافقه الكتل السياسيه أوه. طبعا فالهيئات راح تتعرض لنفس ال... القضيه يعني زي. طبعا اكو هيئات مثل النزاهه مثل م. البنك المركزي مثل يعني هاي هيئات مهمه يعني هن كل هيئات مهمه للاستثمار كذلك مهمه يعني فهاي راح تقسم حقيقه لان تعرف العراق بنى على اساس المحصصه من 2003 ولهذه اللحظه مثلا الاخوه الكردي يطالبون باستحقاقاتهم الانتخابيه، السنه يطالبون كذلك احنا يعني الشيعه أهم طالب بس مرات هاي المره قمنا نطالب بالسر يعني. آه بس ناخذ, وزار... ناخذ وزارات أي. ونعين وزراء ما معروفين بالكتل آه. السياسيه، بس مدير المكتب يصير يعني هاي صار بهاي الدوره؟ هسه حاليا موجود في حكومه السيد الكاظم حكومه السيد عادل عبد المهدي صارت واضحه والان حكومه السيد الكاظم ننتظر احنا لحد الان ما نعرف من مدراء المكاتب اه طبعا شو قمتوا تسيرون على مدراء المكاتب اكثر ما يتم السؤال الوزير يش. شوف استاذ احمد احنا كان من يتعين وزير سياسي أي. مثلا هذا الوزير السياسي واضح ما يجي لعلي نائب ولا يجي من رئيس كتله هو يشعر نفسه هو قائد فشوف زي. الوزاره مالته الان الوزير يجي هو جايبته كتله سياسيه وهو يجي آه ما عنده حزب سياسي داعمه فما يقدر يتصدى ويواجه م. وكذلك هم يجي يعني آه الجهه اللي تجيبه يعني تريد يعني من عنده مثلا يمشي شغلاتهم هي. المتعلقاتهم فيجي يخلوا مدير المكتب هم يخلوا انا رحت لاحد الوزراء انا احكي لك اياها بصراحه هي. رحت لاحد الوزراء هسه عندي شغله وياه عامه خص محافظتي هسا غير كنا قاعد وياه وزيره و... في الحكومه الحاليه ولا الحكومه السابقه؟ لا الحكومه السابقه قعدت وياه ساعه زين هذا مدير المكتب مقابلنا اخر شيء قلت له شنو السالفه؟ قال مدير المكتب شو يسوي قاعد يمك؟ هسا عندي شغله ذاك اريد احكيها يعني وصلنا لهي الحاله ايش في الرجال لا حول ولا قوه سقابل هو شو يريد يسوي؟ طلعوا بيوم الثاني زين انت ف... من شفته هسه انت انت من شفته بهذه الطريقه والله انا كي... ضجت. ها؟ اي ضجت هواي ضجت زين يعني شفته انه وزير بهذه الشخصيه الضعيفه ليش ما مارست دورك الرقابي من خلال استضافه او استجواب اذا انه الوزير انت شوف انت أنا أنا مسلم أنت الموضوع لمدير المكتب بهذه الطريقه انت شوف الاستضافه والاستجواب م. طبعا الاستضافه من اختصاص اللجان نعم. الوزير يا لجنه يكون اختصاصه الاستجواب، الاستجواب قلت لك خمس وزراء تم م. اكمال الملفات عليهم كامله أي. لكن هيئه الرئاسه ما قدمتهم للاستجواب ليش؟ الى ان انتهت الحكومه. مو قالوا ان الحكومه على اساس مستقيله كان في حينها لا لا قبل لا تكون الحكومه مستقيله، آه. قبل لا تكون الحكومه مستقيله، فالهيئات السياسيه، الهيئات المستقله راح تتعرض لنفس الضغوط زين والسيد الكاظمي راح يتعرض، انا مو دفاعا عن السيد الكاظمي م. ولا دفاعا عن احد، بس هي حقائق احنا نحكيها زين فشوف يعني احنا اليوم حتى لو نريد يعني اه نقيم دور الهيئات المستقله مو كل الهيئات هي سيئه ورؤساء الهيئات سيئين لكن مم. كلهم احنا ما تحدثنا عن, لا تدري ليش لأن حديث عن تدري الأداء. الحديث عن الادوات ربما راح تدري تدري غير لا انا اريد اضرب مثال أيه. تدري ليش؟ لان بالاخير هم راح كلهم يتغيرون كل؟ طبعا <applause> الا الاشخاص اللي يجون الكتل السياسيه وينطوها يعني يقول لهم احنا حسبونا يعني عليكم زين وتمشوا امورهم الكتل السياسيه اللي كانت مسيطره على بعض الهيئات لاكثر من عشر سنوات ولا ربما جزء من عدها يعني لمده 14 سنه سين من الهيئات <applause> انت هسه تحكي لا تقول الكتل السياسيه انت لا تقول الكتل السياسيه يعني انت تحكي لي 14 سنه تقول الحكومه كانت لا, لا ما انت خليك سؤال حتى توصل لك الفكره بالتالي هذه الطرف او هذه الجزء او هذا الحزب راح يغير من هذه الهيئه ياخذ هيئه ثانيه لو سيبقى مصر على المحافظه على الهيئه التي كان مسيطر عليها، خلينا نضرب مثال حتى تكون الصورة واضحة. مثلا هيئه الاستثمار نعم هيئه النزاهه نعم. هيئه الاعلام والاتصالات على سبيل المثال شوف استاذ احمد خل اقول لك شغله احنا كل الوزارات م. من بدايه اول تشكيل الحكومه بعد سقوط النظام البائد لحد هذه اللحظه الكتل السياسيه مشتركه كل الكتل السياسيه عندها وزارات وكل الكتل السياسيه مرشحه مدراء عامين وعتم مدراء عامين بالوزارات وكل الكتل السياسيه متقسمه بيناتهم الهيئات الكل الكل إيه الكل ها آه. اكو حكومه حكومه ما اشتركت بها الحكمه فقط اي حكومه السيد عادل عبد المهدي لا لا حكومه السيد آه. عادل يعني كانت مشتركه الحكمه لا, لا لا ما مشتركه لا حكومه اعتقد حكومة واحده من حكومات السيد المالكي اي كان المجلس الاعلى في حينه كانوا ما مشتركين أي. الحكمه اما كل الحكومات الباقيه مشتركين وعندهم مدراء عامين، كل اللي انا ما اقصد يعني مم. تيار محدد مم. بذاته يعني وجهه سياسيه، اقصد الكل الشيعه والسنه وال بما في دوله القانون طبعا ما هي. هو عشان إيه. رئاسه الوزراء عندنا احنا مشتركين عدنا وعندنا رئاسه الوزراء طيب فالكل مشتركه يعني. فهاي الهيئات المستقله اللي تحدث عليها هي بالاصل هي متقسمه بين الكتل السياسيه اليوم عمليه الاستبدال وفتح ملفات هاي الهيئات هم راح يخضع الشخص الجيد والكتله السياسيه اللي تبقى تتمسك بالشخص مالتها تعيده والدليل السيد فؤاد حسين رجع وزير خارجيه. ف الكتله السياسيه راح تتمسك آه. والكتله السياسيه راح تستبدل وجوه اخرى تجيب وجوه اخرى زي. بس هم متحزبين يعني انتم مو كان اتفاق مسبق قبل تشكيل حتى حكومه السيد عادل عبد المهدي على انه لا يستوزر وزير سابق ولا رئيس كتله ولا رئيس. والله تسال عليها اللي صوت وتسال لا عليها لا على <applause> <applause> <تسحيق> <applause> <دلت>. هذا الاتفاق هسه تتبع على <applause> استاذ سلام انا ما ابو على استاذ انت هذا الاتفاق اتفاق كان بيناتكم على مستوى اطراف شيعيه فقط تطبع. لو اتفاق بين كل القوى السياسيه. لا شوف الاخوه الكورد والاخوه السنه طالبوا باستحقاقاتهم الانتخابيه اي قالوا احنا بس احنا باعتبار كانت اكو مظاهرات <applause> بمناطقنا يعني بمحافظاتنا فشوف هي هسه حتى يعني صار الاتفاق على اساس ما يعني ما نمشي <applause> باتجاه المحاصصه ونطلق رئيس الوزراء يد رئيس الوزراء باختيار الوزراء <applause> باعتبار احنا محافظاتنا لكن القضيه ما صارت طبعا <applause> اذا تقول لي يعني شوف احنا اذا اريد نرجع للحقيقه احنا بالنسبه ان حتى الوزراء اللي جاي يجون يعني بزمن السيد عادل عبد المهدي يعني سنتين الحكومة نعم. بقت تقريبا سنتين إلا أي, أي. فهاي الحكومة هم ما قدرت تتقدم، خلت يعني اشياء متراكمة لهاي الحكومة، طبعا مم. متراكمات من ضمنها اشهر السلام السلام هذول العقود الاجراء اليوميين مم. بالكهرباء اللي تعينوا باقي الوزارات مم. صار اربع شهور ما مستلمين رأتها. بس هاي مو بحكومة فقط من باب الانصاف، مو فقط في حكومة السيد عادل عبد المهدي، هذه التراكمات لسنوات طويلة لا شوف احنا بموازنة 2019 ثبتنا 32 ألف عقد 32 ثبتناهم بالكهرباء حسناً من صارت التعيينات، طبعا هسه قسم بقوا اجراء يوميين ما لحقوا يحولوهم. إيه؟ ويشوف مفارقات مثلا هو متعين وياه او متعين قبله، هذا م. مش كتابه تحول الى عقد وهذا ما مش كتابه بقى ما هو عليه هو عليه، هو م. المفروض تكمل يعني هو تعين وياه حاله حاله. زين لكن ما صارت. فهاي التراكمات كلها هاي التراكمات كلها يحتاج حلول، احنا ما نريد نرمي الكره بملعب الحكومه. زين لان الحكومه هم صار لها شهر. وزراء جدا، ربما يكونون هؤلاء الوزراء كفاء يعني وجيدين وقدرون. احنا في مجلس النواب هم يكون يصير لنا دور يعني احنا هاي الفترة ال الأخيرة هاي يعني هواي من الأخوة النواب جهزوا ملفات آه. فساد واشتغلوا بحقيقة وراحوا للوزارات وبذلوا جهود كثير من النواب يعني م. لكن مع شديد الأسف تعرف فيها الحكومة انتهى عمرها حكومة السيد عادل لكن هاي الملفات تكون تبقى مفتوحة آه. طبعا حتى لو يعني اليوم الوزير اللي يطلع من وزارته وعلى فساد تكون هم جيد يتحاسب جي. حاليا يعني انا ما اريد اعظم بدور النواب هسه تكون نائب ويحتاج لا م. اكل كثير من النواب حقيقه ماخذين ما عملهم بصوره جي صحيحه وجديه راح افتح ملف الفساد بطريقه يعني بطريقه واضحه يعني بدون ان نمارس نوع من الضغط لكن قبل ذلك أستاذ سلام جزء من الهيئات من خلال المتابعه والمراقبه اللي عملها كان الضغط السياسي واضح، اضرب لك مثال يعني مثلا هيئه النزاهه الكثير من الملفات التي كانت تصل الى مراحل مقدمه تغلق وتطمر بقرار سياسي، شنو الضامن على انه هذا الضغط السياسي ما راح يستمر على الهيئات وراح يعطلها كما عطلت هيئه النزاهه وهيئات اخرى. طبعا سؤال جدا وجيه ونحتاج هيك سؤال. م. بالنسبه لهيئه النزاهه انا ضربت مثال يعني مو فقط هيئه النزاهه كل الهيئات اخي العزيز استاذ احمد استاذ بها قال ان حاله عده ملفات من قبه مجلس النواب نعم مم. قدمت ملفات واستكملت ملفات الاستجواب نعم لست وزراء آه واخذنا موعد بالاستجواب مم. يعني انت من, من ملف الاستجواب بتحوله للدائره اللجنه القانونيه تدققه وتكمله وبعدين تحيله خصوص ال... اي ملف تحل... يعني ست وزارات عندنا كان كان الاستجواب عليهم واستكملنا الاجراءات مع الاستجواب تعرف استج... اجراءات الاستجواب تاخذ وقت يعني تاخذ لها ثلاث أشهر يدققون المعلومه ويدققون مم. الملف ويشوفون صحته و, و... القانونيه هل صحيحه ولا لا؟ وبالناتج يروح لهيئه الرئاسه و... ويم تتحدث جلسه ويم تتحدث الص... ال... الاستجواب والى اخره. استكمل قريب الست وزراء استضافه تحت قبه مجلس النواب. طبعا هذا انجاز لمجلس النواب العراقي آه بالناتج آه كل حكومه عادل عبد المهدي يعني اقيلت انتهت بعد الـ الـ الاستجواب انت انتفى بس تقول لي ملفات الفساد أي. وقفت اقول لك لا مم. انا لحد البارحه محول لمجلس مكافحه الفساد ولهيئه النزال والمحاكم المختصه مم. وللسيد رئيس الوزراء حتى م خال منع سفر بخصوص اي ملف؟ ملف وزاره الزراعه أه. طبعا زين كل اخواننا اللي بمجلس النواب انا أه. عندي اعرف في لجنه النزاهه وفي اللجنه القانونيه وفي كل اللجان عامله كخليه نحل, نحل لمتابعه ومراقبه جميع الوزارات. زين. زين هاي هاي وحده، اثنين بالنسبه للهيئات المستقله يعني بدايه حديثنا تكلمت عنك مم. في السابق كانت اكو هاي الكو هاي الكو هاي اليوم حكومه للمعلومه يعني نعم. حكومه السيد مصطفى الكاظمي الاختيار والاسماء رفعت من قبل السيد مصطفى الكاظمي للاسماء بس تسالني أي. طرحها على الكتل اقول لك انطرحت الاسماء على الكتل. آه. بس تقول لي الكتل طرحوا الاسماء قال لك لا. مم. بس يعني برغبه السيد الكاظمي لو فرضت عليه هذه لا الاسماء. اخي العزيز. السيد الكاظمي جاب كان يكون خمس اسماء للنفط. نعم. اللي رفعوه اخواننا نواب البصره. زين. اختار شخصيه معينه. نعم. هاي الشخصيه انعرضت على الكتل السياسيه، أهل النواب الأخوان النواب بالبصره عرضوا هاي الخمس اسماء، انا شفت السيفيات آه رقم واحد او رقم ثلاثه من التسلسل خمسه انا راح اختار هاي الشخصيه شنو رايكم انتم ككتله سياسيه صار هيك الموضوع في كل الوزارات والدليل آه محمد عبد الكريم مدير وزير الزراعه حاليا وكان آه مدير عام الاراضي الزراعيه في وزاره الزراعه آه من طرح طرح السيد الكاظمي انا رئيس لجنه الزراعه ومياه وارنيابية طرح نعم طرح الكاظمي حتى براينا ما استانسوا بالناتج آه نعرض على الكتل السياسيه ما حد قدر يعرض عليه لان ضمن مفاصل الوزاره وانطبقت عليه المعايير الاخ مهدي رشيد أبو وزير الموارد المائيه نعم. انا جاي احكي لك ضمن اختصاصي نعم. نفس الموضوع مجرد ما انعرض الاسم على الكتل اللي طرحها منه اللي طرحها سيد الكاظمي زي. بالنسبه لهيئات هم نفس الموضوع راح يصير آه. يعني هاي المرحله احنا ما وصلناها بعد بس انا متاكد متقن. كل الهيئات لو بعض الهيئات لها خصوصيه معينه انا اللي شفته بتشكيل حكومه السيد مصطفى الكاظمي هذا اللي شفته وانا يعني على على قرب من الموضوع اللي شفته هذا زي. حتى الهيئات معلومات اللي عندي راح يختارها سيدي كاظمي م. وتايد الكتل الكتل السياسيه اليوم تريد مضي الحكومه تحت اي ظروف الظروف اللي جاي يمر بها البلد ظروف استثنائيه م. في ظل جائحه كورونا في ظل الازمه الاقتصاديه الخانقه اللي عصفت بالعالم برميل النفط 30 دولار يعني الوضع تازم سجين صار 40 هسه بالله أيه؟ الله يرحمنا يعني هم الله, الله ما يعفنا يعني أيه. احنا العراقيين هواي انظلمنا وهواي تعبنا وهواي عانينا للامانه اليوم احنا في ظل هاي الظروف الكل بمركب واحد طيب لا تقول لي كتله سياسيه تقدر تتخلى ولا تقول لي كتله سياسيه تقول لك انا ما شاركت بالحكومه م. ولا ايدت الكل احنا في مركب واحد زين اليوم المواطن العراقي عينه علينا وبالذات م. احنا اعضاء مجلس النواب احنا منتخبين من قبل الشعب العراقي اليوم الوزير اللي اجا الوزير ما يعرف آه سين صاد ما حد منتخبه اجا نعرض اسمه على قبه مجلس النواب وبالناتي صار تصويت عليه صار وزير زين. اليوم العبء اللي متحملته متحملته العبء اكثر من 75% هو عظم مجلس يريد مواصله وقاعده الناس تريد منه منطقته ناسه ارحامه تفاصيل يعني كل التفاصيل صارت وعين عليه طيب. صار حلقه توصل بين القاعده وبين الحكومه زين فاحنا ماضين بتقديم اللي بكل ما اتينا من قوه لناسنا واهلنا تحت اي ظروف وبنفس الوقت احنا راح ندعم حكومة الكاظمي زين في, في حالة قدمت حكومة الكاظمي م. أفضل الخدمات للشارع العراقي في كل الجوانب زي. سواء كان صحي أو تربوي أو خدمي ولا استمر الوضع على ما هو عليه لا يسكن لنا موقف آخر انت احنا بالنسبة للتحالف سائرون صار اتفاق مع السيد عادل عبد المهدي بالحكومة السابقة أمام الملأ حكيناها ونحكيها هسه أمام حضرتك م. وأمام ملايين من العراقيين زين حكومه عادل عبد المهدي نط... نط... آ... ج يقدم خلال مئة يوم برنامج عمل لكل الوزارات اللي موجوده برنامج عمل لس... اللي يقدم خلال مئة يوم مش راح يقدم بهاي المئة يوم طيب. وشن البرنامج اللي يعده بهاي الاربع سنوات يعني على مث... على سبيل المثال وزير م. الزراعه أي. يعني المفروض يقدم برنامج عمل بالسنه الاولى راح انمي القطاع الزراعي بنسبه 25% في كل مفاصله أي. السنه الثانيه يطور خمسين بالمئة. زين لحد ما يكتمل لل 100% بالمئة. هذا صار بحكومة السيد ما اخي اخ العزيز شوف اللي صار بحكومة السيد لا حكومة السيد عادل عبد المجيد ايه ما تجاوزنا حكومة الكاظمي بر... ايه؟ نفس البرنامج زين راح ننتظر منال شهر بعد آه. او شهرين بالزايد ننتظر يشوف ايش راح تقدم وزراء آه. زي. برنامج عمل خلال هاي السنتين زي. عمر الحكومه وبعد الشهرين بار... اخي العزيز عمر الحكومه مو اكثر من سنه سنه ونص اي بالزاي السنه زين لان احنا ماضين باجراء انتخابات مبكره زين هسه هذه الشهرين كمهله رسميه من, احنا من تحالف مال... عزيز. انا ما انا جاي عن ت... باسم تحالف سائر آه. لا انا جاي احكي لك رؤيه عمل زين من تقول لي تحالف سائرون اكو ناطق رسمي باسم التحالف زين انا مو ناطق رسمي باسم التحالف طيب احنا انا جاي احكي لك على آلية عمل مجلس النواب كل أعضاء مجلس النواب تقريبا نفس الرؤى زين منا البعد شهرين أيه؟ شوف اللي راح يتقدم يتقدم شيء يتقدم شيء ما يتقدم شيء راح تلقى كل اعضاء مشانين حمله على كل الوزراء وضاغطين على كل الوزراء يريدون حتى يقدمون. زين خلينا نرجع لموضوع الهيئات يقال انه بعض الهيئات لها خصوصيه معينه يعني مو بالسهوله تتم عمليه التفاوض وبعض الاطراف علن بشكل واضح وصريح لن تسمح بترك هذه الهيئات. خل اضرب مثال حتى يكون المثال واقع حي مثل البنك المركزي، من الذي يطالب <applause> بالبنك المركزي ولماذا هذا الاصرار تحديدا على البنك المركزي؟ شوف استاذ احمد طبعا اكو بعض الهيئات مثل البنك المركزي النزاهه تعرف يعني اكو اهم اهميه خاصه لها مهم واهم نمشي بهاي الطريق يعني شلون الوزارات يحتاج اشخاص كفوين اشخاص عندهم خبره اشخاص يقدرون يديرون هاي المؤسسات المهمه مثل البنك المركزي يكون انسان عنده خبره وانا مو مجرد للتغيير اروح اغير مدير البنك المركزي انا يعني مم. اضرب مثال ترى مو يعني أي. اقول له ف ومو صحيح مثلا لمجرد التغيير اروح اغير انسان كفو هو جاي يعمل بالهيئه مالته وجاي يديرها ده. بشكل جيد. ككتل سياسيه طالبت بالعلني انا ما اعرف من هسه هاي الكتل اللي تقصدها. آه. اي نعم. ما اعرف من الكتل اللي مقصوده بس اعتقد اليوم الكتل السياسيه اللي الطالب بالعلني بان يكون البنك المركزي لها هو واضحه يعني آه بيقدر يصير حديث بالاعلام عليها. مثل من؟ أنا ما أعرف أسمي اللي طالب أقول أوه. إلا ما أعرف لو أعرف كان قلتها بس أيه. اللي طالب زي. بشكل يعني رسمي أما الحديث طيب. هذا شيء آخر مه. لأن هي لحد الآن الملفات لهذا الملف لم يفتح مه. ولم يداول لأن صار يومين من كملات الحكومة لكن احنا اللي نطلب التغيير حتى من السيد الكاظمي باعتبار اليوم هو رئيس الوزراء أن تكون عملية التغيير للأفضل زي. الناجح يكون يقدر والمسيء يكون يحاسب يعني احنا مو مجرد نريد نغير اليوم رئيس هيئة نغيره كون نغيره وفق اسباب موجبه للتغيير اذا كان سيء نحوله للقضاء يعني السيء احنا مو نعوفه مم. مثل الوزراء الان عليهم ملفات فساد خاصة حكومه السيد عادل ما ادري وين راحوا ما حد يحاسبهم مو صحيح هاي المسيء كان مدير عام كان وكيل وزير كان وزير كان مم. رئيس هيئه يكون هذا من يطلع من مكانه يطلع وفق اسباب موجبه توجب طلعته ويحال للنزاهه او تقصير سوء اداره او مم. تقصير بالعمل هذا يستبدل مم. اما لمجرد احنا نريد نغير وجوه ونستبدل اشوف يعني هذا الموضوع اني يعني مو منصر. بس اغلب الموجودين الان على اداره الهيئه تقول الاغلب وليس الجميع جزء منهم مضى على وجوده اكثر من سبع سنوات وثمان سنوات واحد منهم 10 لا لا اكو مدراء عامين صار لهم 13 سنه طيب. سنه شنو الاصرار على بقاء هؤلاء؟ يعني ما معقول انه هيئه تدار بهذه الطريقه وبهذا الكادر لهذه المده الزمنيه الطويله شوف استاذ احمد هو اذا صار التغيير وفق هسه انا قلت انا وفق اسباب أي. مثلا صار له 12 سنه مدير عام ليش ما يتغير مو فقط مدير عام لدينا رؤساء هيئات لا لا انا اضرب مثال أي. رئيس هيئه صار له فتره محدده زين اربع سنوات يغير طيب ماكو مشكله يعني مو يبقى رئيس هيئه إلى شنو مدى حياته يعني لما يطلع تقاعد فاللي أشوف التغيير تكون الى اسباب هسه المده طويله هذا الشخص فاسد يحارب الفساد هذا غير كفو اجيب اكفى من عنده نعم. هذا عنده مشاكل هسه نعم. مرات حتى الانسان تلقى حتى صحته ما تساعده مريض وجسمه مخلينه رئيس هيئه والناس تاخذه وتجيبه محتاره به هي. بعدين هذا قضيه الهيئات قضيه كلش مهمه وحساسه بحيث احنا اذا انفتح هذا الملف هذا الملف يكون ينفتحه من يفتح من قبل السيد رئيس الوزراء تهيئ قبل فتح هذا الملف تهيئ اشخاص. هاي الاشخاص يكون كوادر ويكون يدرس كل شخص اليوم انت رئيس هيئه تدرس استاذ احمد سوى خلال فتره وجوده هاي الاربع سنوات نعم بهاي الهيئه مم. وعلى اساسه من يجي يصير هذا على اساس تغيير. لا يصير التغيير لمجرد التغيير. زين. انا مع يعني كل انسان اربع سنوات كافي اه. يعني انا هم كنت مدير قبل نعم. اجل البرلمان يعني ولا الاربع سنوات كل انسان يقل عطاءه. نعم. ما معقول تخلي لك مثلا المدير اربع سنوات أه عشر سنوات مم. صح ما صاير عاد زين هسه حتى خطي هذا المعاون البراء ما يحلم يصير مدير هذا يمكن ما يصير تنقطع احلامه زين فاقول قضيه ملف الهيئات ملف حساس يكون يكون تجي ناس اكفاء زين. ناس يقولوا لا نحن انا سالتك قبل قليل ما جاوبت انه هنالك البعض يرى على انه بعض الهيئات لديها لربما خصوصيه لدى بعض الكتل السياسيه راح اضرب لك مثال يعني على سبيل المثال ان البعض يعتقد على انه هيئه الحشد لن يسمح تحالف البناء بالتنازل عليها، فعلا هذا الامر موجود؟ شوف هيئه الحشد اول مره هيئه الحشد انا ضربت آه لك مثال إيه على اي طبعا اي لا لا هيئه آه هي يعني هيئه تعرف عسكريه هي. مرتبطه بالقياده العسكريه وبالقائد العام للقوات المسلحه م -م. واعتقد عمليه التغيير والتبديل هذا يصير وفق رؤيه الحشد تعرف م -م. هذا يعني بس إذا رئيس الوزراء يقترح وينسق مع باعتبار هي مؤسسة حكومية رئيس الوزراء إلى حق نعم. يتدخل بهذا الموضوع إلى حق فأعتقد عملية التغيير ينسق مع من؟ هو يعني أكو قيادات داخل معروف تعرف هيئة الحشيد تختلف هيئة الحشيد قدمت أنطى الشهداء كانت بخط الصد الأول أه، تأسست على أساس فتوى المرجعية هناك فيها ناس واغلبيه هم ناس ولائيين طيب ناس يعني ولا وعدهم ولاء للوطن بذلوا الغال والنفيس انطوا دماء انطوا شو اسمه يعني ومو هيئه مثلا اجت تعال اتطوع تلقى عمره 60 سنه بالهيئه هو زي. رجل كبير لكن اللي جابته ما اجى على مال ولا اجى على منصب ولا اجى على جاه انما اجى في سبيل العراق واللي جابته فتوى المرجعيه الرشيده فاعتقد هيك مكانات فعلا حساسه انا أي. اعتقد بها ف وإدارة هيئة الحشيد حقيقة يعني الآن ما عندنا مشاكل بيها. مو بالضرورة اكو مشاكل، بالدليل هي تدار الآن بالوكالة من قبل السيد صالح الفياض. كل الهيئات أغلب الهيئات تدار بالوكالة. وهو شنو أستاذ؟ احنا هي. الوكالات يعني هسه هيئة تدار بالوكالة وما بيها مشكلة يعني تبقى على ما هي عليه؟ لا لا أنا ما أقول تبقى، م. أنا أقول كل الو... كل الهيئات وأغلب الوكلاء الوزراء والمدراء العامين هم وكالة، لحد هذا الملف يكون يحسن. نعم. يعني ملف الوكالات أيه. ونخرج من ملف الوكاله اكو رغبه جديه للقوى السياسيه بحسم هذا الملف خصوصا انه ملف الوكاله في كل الحكومات من حكومه السيد آه العبادي والى حكومه السيد عادل عبد المهدي والان مطالبات بحسم هذا الملف ولم يفتح هذا الملف شنو السبب طبعا هو هذا الملف اذا انفتح حقيقه ملف الوكالات أيه. ويا ريت يفتح هذا الملف زي. ونمشي شو صار بي... بيتمنى من المفترض ان يفتح لا لا ما راح يفتح ليش يعني هذا الوقت ما ما, ما راح يفتح هذا ليش؟ الملف اكو فيتو سياسي يعني لا مو اكو فيتو سياسي تعرف هاي اكثر من 4000 درجه وظيفيه أي. بهذا هذا الملف بي يعني بحدودهم بحدود 5000 الف درجه وظيفيه بوكيل وزير بدرجه وكيل وزير يعني رؤساء هيئات فيا ريت ينفتح هذا الملف وتشخص الناس الجيده من الناس الغير جيده وينتهي موضوعه بس انا اقول لك ما راح ينفتح هذا الملف آه. نعم يعني ماكو ما رغبه سياسيه بفتح هذا الملف اي اكو ماكو ما رغبه سياسيه تقدر تقول ماكو رغبه سياسيه فتح هذا الملف لان الملف زين. شائك زين وملفي الكثير من المتعلقات واذا انفتح هذا الملف يعني آه بصراحه و... خلينا نكون لازم لازم, لازم لازم خلينا نكون اكثر صراحه لازم يعني. لازم يحاسب الكثير البيتو لازم على فتح هذا الملف فقط فيتو داخلي ام فيتو خارجي هسه خارجي ما ادري بس الفي انا اقول لك اذا انفتح هذا الملف يعني سيحاسب الكثير الكثير من هؤلاء اللي الان في مناصب مدراء عامين وكلاء وزراء أساس سيحاسب فقط يعني هم يحاسبون؟ يعني هو الفساد منين نجح؟ القيادات السياسيه التي كانت وما زالت داعمه لهؤلاء ما تحاسب هذه القيادات السياسيه؟ هؤلاء الزعماء ما يحاسبون؟ شوف احنا بالمحاسبه اللي نقصتها ايه؟ يعني هسه احنا بالقانون عندنا الملف او الوثيقه هي سيد يعني هو الدليل يعني ايه؟ الكلام لا يؤخذ به نعم اليوم انت موقع على هذا الملف هذا الملف فيه مشكله انت تحاسب على توقيعك باعتبار انت كنت هاي الفتره انت مدير طيب اما يعني من جابك من خلاك هاي قضيه اخرى زين من يقف خلف الفساد المستشري في بعض الهيئات استاذ سلام من الذي يقف خلف فساد بعض رؤساء الهيئات المستقله الذين جزء منهم ادين بملفات الفساد ولماذا لم يفتح مجلس النواب ملف هذه الف... هذا الهيئات يعني جزء بسيط من الهيئات التي فتحت في الدوره الحاليه تحديدا يعني يمكن ملف في هيئه الاعلام والاتصال وملف في هيئات اخرى وكانه الهيئات المتبقيه خارج نطاق التغطيه. اخ احمد اللي سن سنه الاداره بالوكاله م. هو السيد المالكي. نعم. كل الشعب العراقي يدري. زين. اديرت وزاره الدفاع والداخليه لفتره طويله بالوكاله. طيب. الوكالات نفسها المديريات العامه اديرت بالوكاله. زين. اليوم من اجى السيد العبادي ما قدر يعالج. ليش ما قدر يعالج؟ ما اعرف. هو رئيس وزراء. اخي فتره السيد العبادي. نعم. فتره حرجه يعني سنه 2014 دخول داعش وعندنا محافظات نهبت زين. ومحافظات احتلت من قبل داعش وصار بها سفك دم. فنطيل العذر للامانه هسه نعم. كل منصفين. بس من تقلب بحكومه السيد عادل عبد المهدي نعم. لا تم حسم. ما يقارب ال 50% من ملف إدارة المدراء العامين والوكلاء بحسم ملفهم بس لم يحسم ملف الهيئات نهائيا لا الحسم موضوع... عن طريق المحاصصه كانت محاصصه واضحه بالحسم اليوم وهم ما حسم بشكل كامل لا ما ما نحسن بشكل كامل أي. يعني احنا مره نتحدث نقول محاصصه ومره نتحدث نقول دوله عميقه ومره م. نتحدث ومره نتحدث هو العراق التركيبه مالته مم. سنه وشيعه واكراد زين لا انت تقدر تقول لا ولا انا ولا استاذ احمد أه زين بها. ما بيها مشكله هذا الموضوع خوش اللي جاي يدير ال 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 المديريات العامه طبعا للمعلومه مو 4000 درجه خاصه 6344 6344 طبعا درجه خاصه اي ثلاث بس امانه بغداد 33 درجه خاصه ثلاث وكلاء و30 مدير عام هاي امانه بغداد مدير عام او بدرجه مدير عام زين وتدار ستة ايضا بالوكاله مو الكل 6344 درجه خاصه منها ثبت بالاصاله ومنها لم يثبت لحد الان زين السيد آه السيد عادل عبد المهدي تم م -م. حسم ما يقارب خمسين 50 من هذا الملف يعني تقريبا 3000 يعني نقدر نقول 3000 زين زين بالنسبه للهيئات المستقله اي الهيئات المستقله الواجب حسم هذه الهيئات زين يعني انت اليوم يعني ما اعرف احنا امام اعلام نعم. يعني شخص يدير هذا الملف وهذا الملف وهذا الملف يدير ملفين بالوكاله ويدير ملف بالاصاله هو مو منطق هذا زين اكو دماء اكو رغبه سياسيه لتغيير هذا الواقع انا اضمن لك اكو رغبه جاده ايه اللي حسم كل الملفات. زين. واكو توجه كلش قوي حتى من الكتل السياسيه. ايه. بالدماء الجديده وبالطاقات الشبابيه. زين. انا اليوم مو بضرورة اخلي واحد 65 سنه عمره يدير لي وكاله أو يدير لي مديريه عامه وين يقدر يشتغل؟ ايه. خلينا نحكي بكل وضوح. زين. يعني شوف وزرانا اللي اجوا جدد هسه م. الاغلبيه المطلقه طاقه شبابيه، انا يعني متوسم ومتفائل الخير بهم للامانه يعني. زين. زين. فيحسم هذا الملف الملف مو معقد أي. يحسم ان شاء الله بالايام القريبه المقبله اه راح يحسم ان شاء الله ان شاء الله اشوفك متفائل يعني ما افرح من احمد احنا ليش نجامل؟ أي. الموضوع بعد ما يتحمل ارهاصات وما يتحمل اجاملك وتجامل طيب لازم نحسم كل الملفات حتى ننظر خدمه هذا الشارع طيب اليوم شوف. أنا اني اشوف بسبب التناحرات وعدم م. الاداره الصحيحه نعم يعني قرار يصدر من قبة مجلس النواب م. ويعمم على كل العراق اليوم كنا اجتماع ب... بقاعة الشبيب داخل مجلس النواب كان أيه. وزير التجارة وزير الزراعة يمنى ب... النائب دا... الأول حضر بالاجتماع وبعض الأخوة النواب والوكلاء اللي حاضرين أيه. مصدرين قرار العام الماضي منع تداول محصول الحنطة من محافظة لمحافظة أخرى زي. حتى أضمن ما يجي تهريب طيب الطب هسه على كل السيالات خمسين المجو... 50% من اللي موجود مستورد مستورد؟ مهرب عفوا مهرب آه. اه يعني جاي من من طرق غير رسميه م. من دول الجوار وجاي يسوقونه يمي حتى يحرمون مزارعي المحافظه يا جهات رقابيه زين ليش دخلتونا هذا شو اسمه؟ قالوا ما احنا ما ما عندنا سيطره عليه، ليش العام قدرنا نسيطر؟ قال ما سويتوا لنا كتاب جديد آه. ما نصدر لك كتاب العام يعني كل ساعه اصدر لك كتاب اني طيب هذا بسبب من؟ هي. بسبب عدم الاداره الصحيحه نتمنى أن تتغير هذه الإدارة بالشكل الصحيح خدمة للمواطن الفقير شكرا جزيلا لك النائب الأستاذ سلام الشمالي لا. عن تحالف سارون والشكر كل شكر لسيد بهاء النوري ولو نحن بعد عندنا تعليق باش السبب الوقت الوقت. يلا نكمل تعقيبنا تعقيد البرنامج شكرا جزيلا لك وشكر كل الشكر لكم أحبة المشاهدين على حسن الأصغاء والمتابعة والاستماع للبرنامج عبر أثير إذاعة جمهورية العراق من بغداد في الختام تحياتي لكم أنا أحمد العذار استودعكم في آمان الله وحفظه على أمل الملتقى في حلقة قدمتم في آمان الله والى اللقاء